الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا من نابلس الأكاديمي والباحث الاقتصادي الدكتور طارق الحاج. أهلا بك معنا دكتور طارق. بداية، ما أهمية هذه المخصصات من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية لكل من الولايات المتحدة وإسرائيل؟ حياك الله أستاذ أدوان وبالمشاهدين والمستمعين الكرام. إحنا بنعرف بأنه الوضع الاقتصادي الأمريكي هو ليس بالجيد مقارنة باقتصاديات الدول التي تنافس الولايات المتحدة الأمريكية، وإنت إيش أشرت إلى بعض المؤشرات في الاقتصاد الكلي الأمريكي، وخاصة فيما يتعلق في البطالة أو فيما يتعلق بأسعار الفائدة. وبالتالي أهمية هذا الدعم المالي والمتمثل بالعسكري منه السخي له ثلاث أهداف رئيسية، أو يحقق ثلاث أهداف رئيسية. أول شيء الهدف الاقتصادي، وهو يخلق نوع من التشغيل للعلم. الصناعات العسكرية الأمريكية الآن عندها نقص في الأيدي العاملة، وبالتالي هي خلقت نوع من التوظيف. هذا يعني بأنه حلوا مشكلة البطالة ولو جزئيا، ووفروا دخول مما يزيد من القوة الشرائية للمواطن الأمريكي. الأمر الثاني، الهدف السياسي، أنه الآن تثبت الولايات المتحدة الأمريكية سواء الإدارة الحالية أو الإدارة القادمة بأنها ملتزمة سياسيا بالدفاع عن إسرائيل وبدعم إسرائيل، وخاصة الآن إحنا في صدد الحديث عن الانتخابات الأمريكية الرئاسية الأمريكية، فكل منهما ينافس الآخر في دعمه السياسي لإسرائيل. أما بالنسبة للهدف العسكري، بعتقد بأنه أمريكا تريد أن تبقي نفوذها وهيمنتها كدولة مصنعة ومصدرة رقم واحد في العالم على ما هي عليه، هذا واحد. ثانيا، بدها تثبت وجودها العسكري في الشرق الأوسط للمحافظة على السلع الاستراتيجية في هذه المنطقة. والأمر الآخر، هي للأسف تستخدم السلاح المتطور كتجارب في شعوب المنطقة وخاصة الشعب الفلسطيني. هلأ بعجالة فيما يتعلق بالجانب الإسرائيلي، الجانب الإسرائيلي الآن في عندهم نقص كبير جدا في الأيدي العاملة في كل القطاعات بما فيها التصنيع العسكري، لأنه كلهم ذهبوا إلى الجبهات، وبالتالي أصبحت القطاعات الإنتاجية العسكرية غير قادرة على تلبية احتياجات هذا الجيش. فمن هون أجا الدعم الأمريكي ليسد هذا النقص، هذا واحد. اثنين، إسرائيل الآن هي متكفلة تجاه مواطنيها من حيث تكلفة الإيواء ومن حيث تكلفة معاشات للذين تركوا غلاف غزة والذين تركوا شمال إسرائيل. نعم. وبالتالي الموازنة الآن تضغط على الجانب العسكري، وبالتالي هذا الإمداد يعني بأن سوف تخصص جزء من هذه الأموال للحماية الاجتماعية ولتوفير السلع الأساسية للمواطنين الإسرائيليين. طيب، هل تسهم هذه المخصصات وهذا الدعم في تقليص اعتماد إسرائيل ربما على ميزانيتها في تمويل جيشها، وبالتالي التفرغ لجوانب اقتصادية أخرى دكتور؟ بالتأكيد موازنة إسرائيل هي أصلا تعاني وزادت معاناتها من حيث العجز. يعني إحنا بنتكلم تقريبا عن 10 مليارات عجز في الموازنة الإسرائيلية. تقريبا 20% من هذه من مخصصات الموازنة تذهب إلى العمل العسكري. وإسرائيل الآن زادت مديونيتها تقريبا إلى 100 مليار دولار أمريكي، وبالتالي هي تحتل مرتبة متقدمة ما بين دول العالم التي ترزق تحت الاستدانة. قدوم مثل هيك أموال في القطاع العسكري يعني ذلك بدها إسرائيل الآن تحسن صورتها، أو الحكومة الإسرائيلية مشان أكون دقيق، أمام مواطنيها بأن مستوى المعيشة الذين اعتادوا عليه هو ما زال قائم، وبالتالي تفكيرهم بالهجرة المعاكسة المفروض أنه يتقلص. إضافة إلى ذلك، في هناك الآن تكلفة إضافية في تكلفة الحرب كرواتب كمعاشات وكتغذية. وأضف إلى كل هذا بأن هذه الأموال بإمكان إسرائيل الآن تستخدمها للمحافظة على مخزونها الاستراتيجي، لأنه الآن بوادر الهجوم والمناوشات ما بين إيران وما بين إسرائيل أصبحت تطفو على السطح، وهذا طبعا زاد من التكلفة اللوجستية والتكلفة النفسية على موازنة إسرائيل. الأكاديمي والباحث الاقتصادي دكتور طارق الحاج، كنت معنا من نابلس، شكرا جزيلا لك.